أخواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الأنشطة التحسيسية والتوعوية بوجود هذه الجرثومة الجديدة الكوفيد 19، ارتأت أمن دي طنجة تطوان باش تقوم بمجموعة من الأعمال التحسيسية والتوعوية المجموع، وبالتالي هذا الفيديو اللي غادي يكون اليوم هو داخل في إطار هذه الأنشطة المتعددة اللي قامت بها أمن دي طنجة تطوان. اليوم هذا الفيديو بغيت من خلاله نعطيكم المعلومات اللي هي صحيحة والمعلومات اللي هي غتفيدكم في حياتكم ديالكم العادية. اللي خصنا نعرفه هو على أنه في الحالات الوبائية الكبيرة ولا في الكوارث الطبيعية دائما التوقعية أو الوقاية الجماعية كتسبق الوقاية الفردية، إلا في هذه الأوبئة أو في الجائحات فالوقاية الفردية هي اللي كتسبق، بمعنى كل واحد كيكون مسؤول على النظافة دياله وعلى الوقاية لنفسه ومن خلال نفسه غير يدير الوقاية للناس الآخرين. إذا اللي عرفنا هذا الكوفيد 19 كينتقل من شخص مريض إلى شخص غير مريض، يا إما الاتصال كيكون مباشر بمعنى على أن الشخص المصاب جا قدام الشخص اللي صحيح، أو لا عبر واحد مجموعة من الوسائل اللي ممكن يكون ذات الاستعمال المشترك كالهاتف كسيارة كالنقاط ديال تشعال الضوء كالنقاط ديال لاسانسور كالباسامانو إلى آخره. إذن هذه وسائل اللي ممكن تنقل، وهذه توصية جميع المنظمات الصحية العالمية اللي عندها مصداقية كتقول أول شيء وهو نظافة اليد بالماء والصابون. طبعا سؤال كيتطرح شحال من مره غادي نغسل يدي بالماء والصابون، كنقول لهم كل مره شكيتي على انه انت كان عندك اتصال يا اما مع شخص او لا كان عندك اتصال مع واحد الماده مشتركه مع شخص اخر. طبعا الا ما كانش الماء والصابون ممكن نستعملوا ما يسمى بلا سوليسيون ايدرو الكوليك، واحد الماء اللي فيه واحد النسبه معينه من الكحول، ونفس الطريقه اللي غنستعمل بها الكحول هي الطريقه اللي غتكونوا تغسلوا بها يديكم، غادي نستعملوا بهذه الطريقه. طبعا كان هذه الطريقه نفسها كنديروا بها الصابون بهذا الشكل هذا، من بعد ملي كندير الصابون كنغسل يدي بهذا الشكل بالصابون، من بعد غنغسل ظهر يدي هادي، من بعد غنغسل ظهر يدي هادي، من بعد غندوز الصبعان ديالي واحد بواحد كيف ما كتشوفني الان كندير هذا، اعتبروا بحال هذا الصابون، من بعد كنمسح الضفرين ديالي كنمسح ضفراني وكندير يدي حتى الماء. هذه اللي استعملت الماء والصابون، اما استعملت هذه الوسيله اذا هذه الطريقه باش استعملتها كتكون كافيه. طبعا المساله الثانيه من بعد الغسل اللي ديال الماء والصابون او استعمال الوسيله الماء بالكحول كتجي الطريقه ديال الا بغيت نعطس او لا نكحب او لا نكون كنهضر كنعطس في الكم ديالي او لا في واحد الورق كلينكس، ولكن هذاك الورق كلينكس ماشي غنعطس فيه ولا نسعل فيه ونسيبه، لا خصنا نحطو واحد المكان امن مع واحد الكيس بلاستيكي كنسدو وكنحطو واحد المكان امن، الا عطست فيه وسعلت فيه اذا ملي كنسيبو ممكن اي واحد يجري او الناس اللي مكلفين بالنظافه يستعملوه وبالتالي غيتنقل لهم المرض. المساله الثالثه اللي مهمه جدا وهي السلام، الله يخليكم نقصوا ما امكن من السلام، لان السلام كينقل العدوى سواء سواء باليدين او لا السلام عبر الوجه. اخر مساله وهي الابتعاد عن كل شخص مصاب بنزله برد، ملي كيكون الابتعاد على الاقل يبعد لي بواحد المتر او متر ونص باش يمكن له الوقت اللي حتى الى عطس فوجي او كحب فوجي يكون بعيد عليا وذاك الرباب اللي كيخرج من فمه ما يوصلش بيا. طبعا غيكون واحد الفيديو ثاني باش نحاولوا نهضروا الفرق ما بين الوقاية وما بين الفتنة وبين الإشاعات. شكراً.